فرونت اند والاشياء اللي في الفرونت اند واستقوال لو تلاحظون هنا هذا تجي مباشره من قاعده البيانات زين وتجي لنا على شكل شنو على شكل ملفات جيسون واضح خلي اوريكم الحين الاي اي اللي هني هذه طبعا احنا تعلمنا على اليو اكس صح وفلسفنا في اليو اكس وعرفنا كل شيء هذيك اسمها واجهه المستخدم عرفت شلون ولكن هذه اسمها يوزر انترفيس زين واجهه الواجهه للمطور واجهه المطور هذه واضح واجهه المطور شنو تحتوي عليه تحتوي اول شيء على زين في اليوزرز هني اجي له واضغط على تراي اجين الان راح يسوي اكسكيوت زين حق البيانات الموجوده في اللي هو الجدول البيانات او قواعد البيانات انت جاب لي الحين كود ملاحظين انه يشبه تماما كود اللي هو الجيسون لحظه يا زهراء زين لحظه انه مشابه تماما كنا بالضبط اصلا هو عباره عن كود جيسون واضح هذا الكود الجيسون احنا راح نقراه اللي بنسويه ان احنا نجهز الباك اند موظف الباك اند شو اسمه شغلته انه يجهز هذا الكود زين وبعدين يعطي اللينك الرابط زين الرابط اللي فوق ملاحظين الرابط زين طبعا الرابط شلون تدخلين له هذا هو فوق هني هذا الرابط زين هذا الرابط لو اعطيك اياه حاليا ما بيشتغل عندك لان لازم نشغلين على السيرفر زين احنا عندنا الحين لوكال هوست سيرفر عن طريق اللي هو نود جي اس زين فاحنا فبنعطي هذه الرابط بنعطيه اللي هو الفرونت اند الشغل اللي احنا اشتغلناه زين بعدين بيحوله الى شنو؟ لا بعدين بيحوله الى اللي هو محتوى في الموقع واضح؟ فبيقراها بهالشكل وهذه اللي هو الموبايل الى اخره من هذه الاشياء زين معلومات المستخدمين بهذا النحو واضح؟ ملاحظين؟ طيب لو كان في تفاصيل داخل او جدول مربوط زين لنا اللي هو العربي والانجليزي وقصد بيطلع لنا الاسم تفاصيل عن طريق الرابط انتم تتذكرون في قواعد البيانات احنا نربط الجداول بعضها البعض صحيح؟ في الجيسون راح تطلع لنا المعلومات باكملها للجدول المربوط فبيكون عندنا سهولة غير طبيعية في اللي هو تفاهم مع قواعد البيانات واضح؟ هذه أحمد شو اسمه يسمونه ذي كلها؟ هذه يسمونه الـ API اللي أنت ما بفهم ساعة هذا هو الـ API مش الـ PHP مبلغة برمجية هذه يستوي بالـ PHP يستوي بالـ JS يستوي بالـ C# يستوي بأي شيء أنت المطلوب في الـ API أنك تعطيني ملف هو ملف JSON بس لا تعطيني اكثر من كذي اسم اللغه اللي تستخدمها ما يهمني واضح اللي يهمني انك تعطيني ملف جيسون جاهز زين اقراه في الموقع واضح فبهالشكل اللي ابغى افهمكم ايضا اياه طبعا هنا لو ننزل تحت ايضا راح نلاحظ بيانات كثيره جدا مثل اللي هو الرول المربوط اللي هو الصلاحيات المربوطه هل هو مسؤول شنو الاشياء اللي يقدر يسويها شنو الاشياء اللي يقدر يفعلها شنو اللي هو الجوب تايتل مسمى الوظيفي بعدين يعطيه الاشياء اللي في مسمى الوظيفي واضح مثلا اللي هو الجيت ولا ما درستوها في الكليه تقريبا البوست اللي ما طلع البيانات في الروبوت او العكس اي البوست ما طلع معلومات الرابط والجيت اوليو بس هو معلومات صح مزبوط كلامك 100% زين ولكن هني عندنا في الاي بي اي البوست معناته النشر مثل الكرييت مثل الابديت هذه يسمونهم بوست زين احنا عندنا عده حالات في حقيقه الامر ان عندنا ثلاث اشياء اربع اشياء نسويه في الموقع زين هني عندنا السي ار يو دي هذه المصطلح جدا مهم وكتبته في التقرير ان احنا
عرفنا مصطلح السي ار يو دي هذه يكفيكم اصلا. زين ايش معنات هذا المصطلح؟ هذا المصطلح يعني زين اللي هو السي يعني الكرييت، واضح يعني الانشاء حلو. وهني الار تعني الريبوس اللي هو الاستدعاء، ان احنا نستدعى البيانات ونعرضها. زين واليو يعني اللي هو الابديت وهو التحديث، ان انا احدث على البيانات، نعرف في قواعد البيانات احنا صح ولا لا؟ حلو. والدي يعني الديليت، حذف البيانات، واضح. هذه الاربع العمليات اللي احنا نسويها مع قواعد البيانات فقط، ما عندنا الا اربع عمليات نسويها مع قواعد البيانات. الاولى هي انشاء، زين، الثانيه هي الاستدعاء ان احنا نستدعي البيانات، والثالثه هي شنو؟ التحديث، والرابعه هي الحذف فقط. زين فهني اختصر لكم الوضع كله. زين واعطاكم شنو؟ ففي عندنا كود اسمه كود اللي هو شنو؟ كود الصحه. حلو، هل البيانات صحيحه ولا وصلت لنا بشكل تام ولا لا؟ اذا كانت 200 فهي صحيحه، ولكن في حاله انها كانت رقم اخر هي خاطئه. زين ولا خطا يختلف من رقم لرقم، عندنا 300 معناته انه هو خطا من السيرفر، واضح. 400 هي خطا عدم الوجود، البيانات اللي قاعد تطلبها ليست موجوده، فهو يعطينا خطا 400، واضح. وعندنا خطا 300 شنو؟ شلون 300 شنو؟ 300 السيرفر، بس السيرفر في الفرونت اند. زين زين، اما 400 فهو خطا عدم الوجود، مش موجوده، البيانات اللي انت قاعد تطلبها ليست موجوده اصلا في قواعد البيانات. زين فتلاحظون ان احنا نكتب في الموقع انه عندنا خطا 404 كل المواقع، تلاحظونه صح ولا لا؟ زين ف 404 عدم الوجود، ليس موجود كل المتبي. ايضا عندنا خطا 500 يكون ويش؟ من قواعد البيانات، ولكن من ناحيه قصدي من السيرفر، ولكن من ناحيه الباك اند مش الفرونت اند، لا الباك اند، واضح. يعني من ناحيه الاي بي اي في مشكله عندك في الاي بي اي اللي انت قاعد تسويه، واضح. فهذه المعلومات جدا مهمه زين وجدا قيمه. حلو. هني عندنا البوت شو اسمه، كائن، كائن اللي هو بالانجليزي نسيت شنو، بس ذكروني، اوبجكت. زين عطنا اوبجكت، شوف لو تلاحظ هو حاط لكم، لو تلاحظون الحين انا دخلت على البوست، لاحظين قدامكم اسمه، قال لي اعطاني اللي هو شو اسمه اقواس الكائن، قال لي عب الكائن اللي انت بيه، واضح. فانا ايش بسوي؟ باجي وبحط معلومات الكائن واحده واحده. حلو. معلومات الكائن ويش؟ شنو الاشياء اللي عند الكائن؟ اللي عنده مثلا الاي دي، اللي عنده الاسم، اللي عنده ما ادري شنو، الخلايا اللي فوق لو تلاحظها. زين هذا محتويات الكائن، وش بيسوي؟ بيضيفها في قاعده البيانات. جميل. طيب هل الصحيح ان انا اسوي كذي؟ لا، الصحيح ان انا اعطي كود اللي هو البوست، وين اعطيه حق اللي هو شو اسمه، اعطيه حق الفرونت اند، واقول له حط اللي هو الخلايا في اللي هو فورم حق التعبئه، وبعدين الفورم هذا يعبي من خلاله، من ثم يضيف اللي هو المستخدم الجديد او ما شابه، واضح. فهذه يسمونه شنو؟ هذه يسمونه البوست. اعطيه رقم الاي دي حق المستخدم، مباشرة راح يقوم بحذف هذا المستخدم، واضح؟ إيه. هذه لو ملاحظين هني قال كتب لنا عطي الاي دي بس، حلو. فانا ما راح اتعامل مع قواعد البيانات بشكل مباشر مطلقا. لا، ازيدكم الشعر بيت، اذا انا ابقى اضيف حقل جديد ما راح اروح حق قواعد البيانات، راح اروح على كود النست جي اس، زين، واضيف الحقل مباشرة انه يضيفه في قاعدة البيانات، واضح. فبهذا النحو. طيب هذه عندنا اللي هو الديليت، بالنسبة حق الديليت. بالنسبة حق الابديت، الابديت معظم الاحيان زين بهالشكل نستخدمه في البوست، حقهم ابدا نفس القضية تماما، واضح. ولكن في بعضهم يقول من ناحية التنظيم احنا بنستخدم يا البوت، بس من ناحية التنظيم لا اكثر ولا اقل. زين
فالش بيسوي في البوت زين، انت راح تعطي الاي دي وراح تعطي اللي هو كائن، هذا الكائن يعدل عليه ومباشرة يتعدل في قواعد البيانات زين. وفي نفس الوقت انا اعدل في قواعد البيانات والفرونت اند يقرا، حلو، الفرونت اند يقرا ويكتب، يقرا ويكتب، واضح، كلها عن طريق اللي هو هذه الاشياء. جميل، فبهذا النحو احنا تعلمنا العمليات الاربعه. بقى عمليه ما هو غطينا عنها، اتوقع ان هذه العمليات كلها. فهذا لحظه وياي، هذا مشروع نست جي اس زين، داخل السورس نفس اللي هو الانجولار. ملاحظين شفنا يا زهراء زين، بعدين داخله اللي هو الانتريز. حلو، انتريز هذه عباره عن مودل، اللي احنا نسميه مودل هناك هم يسمونه هني انتيتي، يسمونه انتيتي كائن. حلو، هذه الكائن شنو مكون كذا، عارفين زين، فيعطيني قيمه افتراضيه، واضح. عندنا تشيك بوكس نحط عليه ان هذه نال ولا لا، صح ولا لا. فهني عندنا علامة استفهام، نحط علامة استفهام ونقول لأن هذا الحقل ليس إجباري، واضح؟ فبهالشكل، فأي حقل تشوفونه ما عليه علامة استفهام معناته أنه حقل شنو؟ ليس إجباري، واضح؟ اختياري. حلو؟ فبهذا النحو أيضاً اللي هو بالنسبة حق التكست، تحط تكست مباشرة أي شيء تحتاجه، بس تحط كلام بعدين تحطه. طيب هني في شيء مهم جدا 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 جدا، ربط الجداول بعضها ببعض. احنا فهمنا حين ان احنا حين سوينا جدول، هذه جدول ترى يعتبر جدول شروان، هذا الجدول، هذا جدول مقواعد البيانات، هذا هو زين، عبارة عن كود بسيط وهو يسوي لنا كل شيء، واضح. هني عندنا شنو، عندنا المين تو وان. لازم تعرفون ان في علاقات في الجداول، ثلاث علاقات في الجداول، عندنا الماني تو وان زين، والوان تو ماني زين، وعندنا الماني تو ماني، وعندنا ايضا الوان تو وان، اربع علاقات، واضح. شنو الفرق بين هذه العلاقات كلها بعضها البعض؟ انتوا اخذتوها ولا ما اخذتوها في اللي هو شو اسمه الكليه؟ أخذنا بس في العربية بس، من الواحد إلى المتعدد، إلى المتعدد يكون متذكر، بس أخذناهم يعني متذكر. زين، خلي أعطي لكم هندسة البرمجيات، ما درسنا هذه المادة فما أدري عنها. زين، اتصال قواعد البيانات ما بين بعض، من يتم إيه؟ اي متعدد بين متعدد، خطوها يعني بس بالعربيه. حلو، مثلا زين هني عندنا اللي هو شو اسمه، عندنا هذا الجدول، هذا الجدول هو للاكتيفيتي النشاط زين. انا مسوي اللي هو هذا البرنامج يسجل كل شيء يسويه المستخدم، يعني يجي مثلا يدخل اليوم يضيف حقل، يزيل حقل، يسوي كذي، كل شيء يسجل، واضح. فهني عندي اللي هو ابقي اعرف معلومات المستخدم زين، فانا ايش بقول له؟ بقول له ماني تو وان زين، يعني عاطيه واجد زين من واحد زين، يعني عندي اللي هو كرر، عندي في هذا الجدول كرر مو مشكله، ولكن هناك في الجدول الثاني هو واحد بس، اليوزر ما يتكرر في شو اسمه جدول اليوزرز، صح ولا لا؟ ولكن عندي في هذه الجدول ما مشكله كرره، فممكن ان المستخدم يسوي مليار عمليه ولكن هو المستخدم واحد، فنقول ماني تو وان، واضح. فهذه العلاقه بين الجداول مباشره، اجهني اقول له ماني تو وان، بعدين اقول له التايب، النوع الجدول الثاني اسمه يوزر، الانتيتي الثاني اسمه يوزرز. حلو،
يقول له بناء على شنو؟ على الكرييت باي، بناء على الرقم اللي انا بعطيك اياه. انا بعطيك اللي هو كرييتد باي، زين عندي موجود في هذا الجدول، جيب لي من خلال المستخدم معلومات المستخدم بالكامل. واضح؟ فبيجيبها لي جاهز مجهزه، بس علي ان انا اخذ البيانات اللي انا احتاجها. جميل، عرفنا شلون طريقه قواعد البيانات الجديده. إيه بهذا النحو. من ثم ايش بسوي؟ بدي بسوي له سيرفر، سيرفس عذرا، البيانات بالكامل تحطها لي في هذا الرابط، زين اللي انا بعطيكم اياه. حلو، فهمنا؟ فيكون بهالشكل. هل واضح كل شيء؟ طبعا لازم تتعمقون في هذا الشيء اذا انتم تبغون تتعلمون عليه زياده. زين احنا تقريبا شو اسمه ما احتجناه في الايام الماضيه، اذا انتم تبغون تتعمقون فيه في المستقبل اللي هو لازم انكم تدخلون فيه بشكل كبير يعني جدا، بس انا اعطيتكم مقدمه يعني نفس الفكره تماما. الو، فهذه مثلا لو جيت انا هني واضافت عمود جديد، تتوقعون ايش راح يصير؟ اللي بيصير انه مباشره راح يضاف عمود جديد في قاعده البيانات مباشره. واضح؟ فبهذا النحو يعمل اللي هو الاي بي اي. زين حلو تحطون هذه في التقرير، هذا هو الدرس ترى، بس حلو تحطونه في التقرير كما انه جامد يعني ممتاز لي شيء قوي جدا اصلا بالنسبه حق الدراسات الممتازه. عرفت شلون؟ اليوم هم يحطونه من اللغات اللي تعلموها، بس ما نفس هذا ما له دخل بخصوص الشغل اللي يسووه في المواقع. لا لا دخل. دقايق. شلون داخل الموقع اللي احنا قاعد نصورنا قاعد نكتب الكود هذا؟ اي اي نقدر نربطه بال الموقع اللي انا مسويه احمد جاهز تماما للربط. عرفتوا شلون؟ جاهز نقدر نربطه الحين. تمام. واضح؟ فيا احمد ذيلا كلهم مترابطين بعضهم البعض، لو انا اعطيكم مني ومني ومني كلهم مترابطين يا بعض. عادي. واضح؟ فعموما اللي